قال حدثني عن محمد بن نافع قال حدثنا سفيان بن عيينة فقال ابو بكر الخطاب اني سمعت
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في جنان تكون في جيف إلا الأفتر طريق ولا التفيتين فإنهما اللذان يختفان يختفان البصر ويتتبعان ما في بطون النساء. وفي رواية حدثنا أحمد بن سعيد بن أيمن قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا أسامة بن نافع حدثته أن أبا أسامة مر في النهار وهو عند القطن الذي عند دار عمر بن الخطاب يرصد حية بنحو حديث ليس بن سعد. وفي رواية حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأسامة بن إسحاق بن قرى بن يحيى قال يحيى وإسحاق قال أخبرنا وقال الآخر حدثنا قال يحيى وإسحاق أخبرنا بعد قال قال يحيى وإسحاق أخبرنا وقال الآخرين حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار وقد أنزلت عليه والمرسلات عرفا قليل نأخذها من فيه رقبة إذ خرجت علينا حية فقال اقتلوها فابتلتناها لنقتلها فصدقتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاه الله شركم كما وقاكم شركم. وبه قال حدثنا كتيبة بن سعيد وعثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن الاعمش في هذا الاسناد مثله. وبه قال حدثنا كفر قال حدثنا حفص بن ابي الياس قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الله اهتمام بقتل حيه من دينا. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا عمش قال حدثنا ابراهيم عن الاسود عن عبد الله قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل حديث جرير وعن ابن معاويه. وفي قال حدثني ابو طاهر احمد بن عمرو بن سر قال اخبرنا عبد الله بن مؤمن قال اخبرنا مالك بن انس عن سيدي وهو عندنا مولى بن احلى قال اخبرني ابو سعيد مولى هشام بن زره أنه دخل على أبي سعيد الخدري في بيته قال وجدته يصلي فجلست أنتظره حتى يقضي صلاته فسمعت تحديدا في أعاجي في ناحية البيت فاتخذت فإذا حية ووسبت لأقتلها فأشار إلي أن اجلس فجلست فلما انصرف أشار إلى بيت الكتاب فقال أترى هذا البيت فقلت نعم قال كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس قال فخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم من انصاف النهر ويرجو إلى أهله فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك سلاحا فإني أخشى عليك قريش. فأخذ الرجل السلاح ثم رجع إلى امرأته بين البابين خائنة فأهوى إليها الروح يكمنها به فأصابت غيرة فقالت له أفف عليك أمك فادخل البيت حتى تنظر ما الذي أخرجه. فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش فأهوى إليها بالرمح فانضمها به ثم خرج فركضه في الدار فاضطربت عليه فما يدرى أيهما كان أسرع مكان الحية أم الفتى. قال فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبشرنا ذلك فقلنا له ادعوا الله يحييه لنا. فقال استغفروا لصاحبكم ثم قال إن من المدينة جنا فأسلموا فإذا رأيتم منه شيئا فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدا لكم بعد ذلك فاقتلوه فإنما هو الشيطان. وفي قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عمر بن جرير جرير بن حازم قال حدثنا أبي قال أسماء بيني من حديث عن رجل من قرى مسائل وهو عندنا مسائل قال دخلت على أبي سعيد الخدري فكيدنا نحن بالرسل فمنا فسأتيه حركة فنبنا فإذا حية وصار بعد سبكينا وحيد ماري السيفي فقال فيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه المدينة عارضة فإذا رأيتم شيئا منها فحرجوا عليها ثلاثة فإن ذهب وإلا تقتلوه فإنه كافر. فقال لهم اذهبوا فادفنوا صاحبكم. وبه قال حدثنا عبد الخير بن حارب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال حدثني سيفي عن سعيد عن ابي سعيد
صلى الله عليه وسلم إن من الذين نفر من الجن قد أسلم فمن رأى شيئا من هذه العوام فليخبره ثلاثا فإن بلاه بعد فليكتبه فإنه شيطان قال حدثنا أبو بكر بن عبد الشيطان وعمر بن ناد وإسحاق بن إبراهيم وابن عبد الشمس قال إسحاق أخبرنا وقال أخبر حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد حميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب عن أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزار وفي حديث ابن أبي شيبة حمر وفي قال حدثنا أبو طاهر قال أخبرنا قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر أخبرنا وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خالد قال حدثنا الربع حدثنا بن جريج أخبر وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الحميد حميد بن جبير بن شيبة عن سعيد بن المسيب أخبره أن أم شريك أخبرته أنها استأمرت النبي صلى الله عليه وسلم في قتل النسوان فأمر بقتلها وأم شريك إحدى نساء بني عامر بن جهيم اتفق له حديث ابن أبي خلف وعبد بن حميد وحديث ابن وحد قريب منه وفي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر عن زهري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزرة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتل في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة بدون الأولى وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة بدون الثانية قال حدثنا عبد الله بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جريح قال وحدثنا محمد بن شرطة قال حدثنا إسماعيل يعني ابن زكريا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان بن عن سفيان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث خالد عن سعيد إلا جرير فأخبره فإن في حديث من قتل وزرا في أول ضربة كتبت له 100 حسنة وفي الثانية قال حدثتني أختي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أول ضربة 70 حسنة باب النهي عن قتل النمل قال حدثني أبو طالب وحمص بن يحيى قال أخبرنا أبو وهب قال أخبرني أنس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة فرست نبيا من الأنبياء فأمر بقتل النمل فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر بها فأغرقت فأوحى الله إليه وهلنا نملة واحدة وفي قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر أن عمران بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل نبي من الأنبياء تحت شجرته فأدركت نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها فأمر بها فأحرقت في النار قال فأوحى الله إليه وهلا نملة واحدة باب تحريم قتل الذرة فقد قال حدثنا أبو بكر بن محمد بن أسماء الطبعي قال حدثنا جويرية بن أسماء النافع عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن
في درة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أفعلتها وسقتها إن حبستها، ولا هي تركتها تأكل من رشاش النار. وقد قال حدثني نصر بن علي بن جهضمي قال حدثنا عبد الأعلى بن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر وعن سعيد بن مقبول عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر معناه. حدثنا وهاب بن عبد الله وعمر الله بن جعفر عن إسماعيل بن عيسى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال حدثنا عبد الله عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رتبت امرأة في درة منها ولم تسقها ولم تتركها تأكل من خشاشها. وبه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام بهذا الإسناد وفي حديثهما ربطتها، وفي حديث أبي معاوية حشرات لها. وبه قال حدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد قال أخبرنا وقال ابن رافع قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال الفخري وحدثني همي بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما حديث هشام بن عروة. وفيه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن محمد بن نبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب فضل سأل الكهائن المحترم والأمن. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس وقتي ما روي عليه عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح سماني عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش وجد بدرا فنزل فيها فشرب، ثم خرج إلى كلمة المسجد يلحق يذكر الثرى من العطش، فقال رجل: لقد بلغ هذا الحيض الذي كان بلغ منه، فنزل البئر وملأ خفه ماء ثم امسكه بفيه حتى ركب، فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا: يا رسول الله ان لنا في هذه الباء اجرا، فقال: في كل كبد رطبه اجرا. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو خالد بن احمر عن هشام عن محمد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ان امراه بغيه رات كلبا في حاضن يكيف ببئر قد ادنى لسانه من العطش فنزعته بمنتها فغفر له. وبه قال حدثني ابو طاهر قال اخبرنا عبد الله بن مروان قال اخبرنا جرير بن حازم عن ايوب بن سختياني عن محمد بن سليم عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما تكون بكيف برقية قد كاد يكون العطش إذ رأته بغي من بوايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقصته به فسقطت رؤياه فغفر له.